المكونات اللي نحتاجهم في السوربي، نحتاج مشروب تاع الليمون يكون جامد، نحتاج ليغو، انا هنا عندي غو تاع فراوله وغو تاع الليمون وعندي تاع شوينغام. هنا المكون الثالث اللي تحبوا تضيفوه هو ماء، ما قلت لكم نهرسها قبل باش بمغرفه ولا فرشيطه ولا بموس، وبعدك نجيب البرا تاعي ونفرخها في اناء ونبدا نخلط فيها. الاضافات هنا تحبوا تضيفوا ماء غازي ضيفوا، انا موالفه نضيفوا اليوم هما واش متوفر. انا بعد ما خلطت العصير تاعي بالبرا قسمته في لي بورت مونجي كيما راكم تلاحظوا، هنا درت كو تاع شوينغوم، هنا تاع الليمون، هنا تاع الفراوله، وهنا راح ندير تاع الكريبوني. هنا بعد ما خلطت كلش يعني كل تلاون خلطته وحده، دوك نجيب الكؤوس ونبدا نفرغ فيه. تحبوا ديروا كيما درت انا طبقه طبقه، تحبوا يعني كل تاكاس ديروا فيه لون معين، لكم الاختيار، هنا يبقى تقديم اختياري بالنسبه لكم. تحدوا تعمروهم بلون واحد، تحبوا ديروا طبقات كيما درت انا. ها